والله اني حزنت صراحه. اوه راح يوم اخر يوم سويتها حبيبي. لذيذة لذيذة. يا هلا والله مشاهدينا الكرام، يلا حيهم يا هلا ومرحبا وبيض الله وجيهكم وشغل عدل مدل. بس الريحانه ذي ما ادري ايش جاي عرض هذه احتمها بعدين ريحه يقول الله يصلحك يا حمد الوهيبي. ريحته اكثر من هو صنيعه والله الريحان ريحته اذا كان يحس بفلفل ترى. لو سمحت صور هذا الصوره خلي يلا يلا هذه صوره. اسمع جوال جوال ابراهيم تمام جوالي ها الحديد جوال ابراهيم يلا بجد مو طريقي هيا اسكت والله يا عيال على بلاك بيري. بلاك بيري واضح لو تصور وش ما تصور يطلع الصوت وش بلاك بيري الله يفضيحه. تفضل يا اهلا بيك والله حبيبي. طيب. انا الله يسعدك. انا فديت انا يا الله يوفقك قلمي وياك ان شاء الله. جاهزين شباب؟ ايه نبيع يلا. الشيخ معاذ جاه؟ تبيع على من يا ابوي؟ تبيع من؟ خلاص خلاص ببيع. يا اخوي تبيع على من؟ من حق؟ نعم نعم يا اخوي. بدر القحطاني؟ نعم. بدر ما ينباع له؟ لا يا ابوي. لا انا ابيع له. بدر يا ياخذ هديه. نعم. يا الرجل مسحوب من الرصيد وكله. خلاص عطوا عطوا هديه. زي مكه دول يلعبوا عليها. 200 300 حراج واخرتها. 50 ريال. 50 ريال وهذه 50. رجال روح لقرب خله يا رجال. روح الشيخ مندي. الشيخ مندي ادري بسبع ريال امسك. خلاص. بس خلهم قد قيمته الباقي. هي لا لا اسبس باقي الشيف. 15 انت. عفا. لا ما نبيع سابع طاعش ترى شاري بخمسين بياخذ منك 15 أدري واضحة ترى هذه فيها ريحانة إذا ما في شيء. اسمع حبيبي خلي خمسينك معك. إيه بيض الله وجهك. بيض الله وجهك ورق قلب تستاهل احمد ربك. المفروض أنت تعطيه فلوس. أنا قاعد أوصل رسالة. تستاهل وش الرسالة؟ ممكن من يمد إيده ويأخذ منه. خلاص خلاص أي شيء أخذ منه. سلمتك بيد الله سلمت لك أمري ولك في عقبتك مقصد يا خافي اللطف الذي ماشي لحكمه ربي سواك ما حد. أنا أقول شو وضعك بتبيع أنت اللي بتشتري ولا وش أبو وسيلة؟ أنا أقول من اليوم آخر يوم بالمطبخ هذه الطبخة نهديها اجدار. اوه شو وشته بوصه انا قصدير. لا حشاك لا لا قصدير حشاك ابو. لا لا قصدير. انت بعت يا معاذ؟ انا قصدير بعت حشاك براس مالها. شوف ابو اول شيء ما راح يدخلنا سجن الا المباراه هذه. ليش؟ ماني حاسس كل عكس طلعت كنه طلع عمرك جاي من اوروبا ولا اوروبا اترق اوروبا. نبيع على من؟ طيب سؤال تبيع انت تبيع ناظر شوف يوم اخر يوم يعني والحياه حلوه هديه العمال ليمون ليمون عمال القريه ليمون يا اخي ليمون ليمون. اسمع ناظر انت القصديره. انا ليمون ما سهجناه تو ما يتكلم صار قصديره. ورني وجهه. طبعا اخواننا مشاهدينا الكرام طبعا هذا اثر قله النوم الضربه النفسيه اللي قاعده تصير. هذا احد طبعا مشاركي شباب زد رصيد الخمسة. هذه بطه محشيه وصل به الحال. هذه بطه محشيه هذه مثل ما انتم شايفين. شفت قال لك قصدير. لحظه لحظه شفت قال لك اصبر يلا فتحنا لك شوي بفهم. يلا شفت قال لك اعمل نفسك مزهريه. انا اقول اعمل نفسك قصديره. انا اقول لا 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 لحظه ورني وجهك. والله تصدق كذا شكلك احلى والله. لو تستمر كذا كلك من الشاكرين. انا اقول انا اقول شوفوا راسي يا جماعه ما شاء الله عليهم. يذكرني بايام تقول خوذه خوذه خوذه. هيا يا الحر هيا اقول لك خلاص. انا اقول الرجل اهدوها للقريه شباب القريه بسرعه. انا اقول طيب خلونا نتكلم. يلا ما الواحد ما يتكلم. سلام. طبعا انا معك ابو فهد شريك يا اخوي. انت شبك المشرك حبيبي. اوف ابو خلنا نتكلم ابو فهد. انا اقول هذه الطبخه اهديه لأمهاتنا. اي والله والناس اللي سوت لايك. سؤال كيف تهديها لأمهاتنا؟ كيف تهديها؟ معليش احنا بالعقل احنا يعني معليش. طيب يعني بتوزع يعني كذا يما ام عاد ام محمد محمد. لا هذا اسمه بلغ ليش امك رز وذولك دجاج؟
ام مخلد صايمه اليوم يعطيك العافيه جرحك وصل معليش يا ام مخلد حوس الدنيا اقطع صيامك اكلنا عنت خلاص تخيل واحد يفطر عنك انزل راسك ترى سهران اخرج يا عدو الله اخرج يا عدو الله جاك تون تروش ترى طيب انت اعطيه هديته من اللي هدا عمال القريه كعادة معاذ الجماز وهو مخلد يمون يمون ويعطون المساكين فقراء أنت في النهاية بتعطيه عمال القرية ولا بيه بسرعة ما معنى وقت صحيح أنا يا أخي بسرعة تعال يا محمد وهيبي أنا أهدي على المسلمين والمسلمات طيب ممتاز راحت أجرها راح مسلمين ودي هذي ها حقيقة نعطي عمال القرية كونا حنا وعمال القرية ناكلة خلاص يا أخي قلت نجمعهم بشيخ مندحي وناكل بيض الله خلاص حبيبي خشمك طيب من اليوم يا أخوي خلاص محمد تم ترى تقدر تعترض خلاص الله يبيض وجيهكم الله يسعدكم الحين بيذوق الشيف وبتشوفوا ترى انتبهوا ترى النظافه لها دور علمتكم اوكي علمتكم عاد والله شوف انا ابو اسيل وخر جيب الصحن ذا حطه هنا ابو اسيل جيب الصحن حطه هنا خذكم هذا والله بتورطون انفسكم كل واحد حط لي صحن يلا ابو اسيل عيوني خصوصا ماني متسابق من قال لك انت متسابق خليني احكم انت سيد المتسابقين احكم معه شوف انت راس المتسابقين والله صحيح انت راسهم طلع وش تقوم انا متسابق لا بحكم انا ما احكم يا الله يا كريم هذا عن ام سعود اجي حتى انت عدوك طيب اولا يا ابو فهد اولا انا بننام معاذ زايد مخلد وش اسمه سعود زايد شو اسمه أو هيبي مو أنت بس أثرت بمحمد أثرت بسلطة عمان كاملة الله جن قسم جية كلهم الحين يتكلمون قسم جية أي والله واحد تو كاتب يقول شلونك أنا أقول استغفر الله وتوب لي حبيبي عليك إثم عظيم إذا ما تبت عن كنازم والله العظيم إني قارية يقول جاهز أنت تراك ما أثرت بمحمد وهيبة بس يلا تذوق بسم الله يا رب يا رب طبعا مشاهدين الكرام أول شيء الله يسعدكم يا رب ويوفقكم لكل خير هذا آخر طبعا تقييم لمطبخنا وهذا آخر سجن يذهبوا له الشباب وتنتهي عاد خلاص فقراتنا إن شاء الله جمهور الشيف وما ننسى نشكر ملك الأرز اسم على مسمى شركة ملك الأرز حقيقة دعمتنا حقيقة في هالبرنامج راعت فقرتنا هذه الرائعة ما يحتاج ملك الأرز يعني شركة رائدة في إنتاج وتصدير الرز الله يجزاهم خير أيضا داعمين للإعلام الهادف الله يجزاهم خير ويبيض وجيههم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون جوعانين يا بعدي والله صح ما ادري انتم بدر قحطاني ضارب فيها مندي مع قرصان شم الريح حتى مرقوك يا علو عوافي قعود اسنان ابو تدري انت انه يفطر على قعود شوي تعشى على حاشي هذا جاي من الطلاق ما بين به شوف عاد ما بين به لانه طال عمرك زيبان يروح ويجي ويتحرك يروح لك واحد ياكل دجاج ما شاء الله قد بينفجر ايش قصدك طيب جاهزين يا شباب جاهز الشيف بسم الله براي الاعداد حبايبنا يلا عطنا نقول بسم الله نتوكل على الله اليوم اخر يوم عندنا بالمطبخ قدم تحياتي إلى شعب السعودي ملكا قيادا وشعبا الله يحييك شكرا لك يسلمك شكرا لك يسلمك وقدم تحياتي لكل العاملين بهذا المطبخ وبشكر الأخ فراج عبد الرحمن الفراج الله عليك استاهل 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 شكرا حبيبي الله يجزاك اخو عزيز طبعا ما بننسى صاحب القناه البدايه بتشكره جدا
بان اعطاني هذه الفرصه وقدمت ودخلت بهذا المطبخ مشرف. وتعرفت اكثر من الناس وتعرفت علي الناس كثير وهذا انا تشرفت فيها. استاهل ابو عليا وبشكر كل اللي عاملين بالمطبخ وبالكنترول وبالاداره عامه. يمكن اذا ذكرنا اسمهم عامه يمكن كثير اسامي اشخاص واشخاص ما نذكرهم. صحيح بغى نحن نعمم على الجميع. صح عليك صح عليك. وبشكر المتسابقين واحد واحد. ممكن سبحان الله الانسان يكون عنده اخطاء. نعم. انا مسامح للجميع. احنا مسامحينك. احنا مسامحينك. الله يسلمك ويخليك. احنا مسامحينك والله يا ابو علي. الله يجزاك خير. الله يسلمك. مسموح يا ابو علي مسموح. الله يوفقك.